بص بقى الرجله دي اهي بنجيبها بالشكل ده، انا قلتها عملتها معاكم قبل كده، هعملها لكم تاني بس عشان تفهموا ان هي لازم مهمه قوي. طب انا لو بخزن اخزن كمان رجله؟ اه خزني كمان رجله. لو انت هتعمليها دقيها وعجبتك هتروحي ماسكه يا اما حطاها في نفس كيس الملوخيه ومخليها معايا الاثنين مع بعض يتخزنوا، يا اما هتروحي ايه حطها لوحدها. اخد كده الورق بتاعها انتفها كده اهو زي ما بنتف الايه الملوخيه بالظبط، بطلعها كده اهو اهو بقرطفها بالشكل ده كده الورق بتاعها الصغير ده، واروح حاطه واروح مستعملاه مع الايه مع الطبيخ بتاعي او اخزنه مع الملوخيه. بعمل ايه؟ بفرمه مع الملوخيه، باخد كده شويه ودي بحط لها بقى كزبره خضراء كمان، يعني بزودها قيمه غذائيه كمان تبقى طعمها تحفه. مش عايزه كزبره خضراء ما تحطيه، بس هي معاها حلوه قوي. دي كزبره خضراء كده معاها ومعاها الملوخيه تمام، وافرمها عادي جدا واعمل لي طبق كده ادوق واجرب الايه بالملوخيه. ايه اللي هستعمله كمان معاها؟ هستعمل معاها معلقه صلصه. شوفوا بقى الحلاوه، ده انا عماله ازودها لكم على فكره، ممكن احط رجله بس. الملوخيه الخضراء اللي فرمتها، خدت شويه من الملوخيه الخضراء مع الرجله مع كزبره خضراء وفرمتهم كلهم مع بعض. كل دي بتبقى في الاخر ايه؟ هي اسمها ملوخيه وبقيمه غذائيه اعلى، تمام؟ هعملها بشوربه، هعملها بميه بمكعب مرق، اي حاجه. انا ايه سلقه شويه لحمه كده علشان اخد منهم شوربه. وهنا عندي الشوربه اهي، هنزل فيها بقى اللي انا فرمته كده تمام، وايه ممكن سنه صلصه اهي، معلقه صغيره كده من الصلصه عليها بتديها طعم كمان مميز جدا. على فكره اي ملوخيه حطي عليها معلقه صلصه صغيره كده هتديها طعم مختلف تماما، بيبقى حلو قوي. هي طبعا حلوه بس احنا بنزيدها حلاوه بس. واعملها عادي خالص زي ما بعمل اي ملوخيه اهي، ولا هتفرقيها، بس ما تقوليش ان فيها رجله ولا حد هياخد باله. حط الثوم، قلبه تقلبه كده في السمنه،